طاب اوقاتكم مشاهدينا الكرام، متابعي قناه عمان الثقافيه بكل الخير، اهلا بكم معنا الى نشره في اخبار الثقافه نستهلها بالعناوين. مركز السلطان قابوس العالي للثقافه والعلوم يعلن عن اخر موعد لتقديم الاعمال المشاركه بجائزه السلطان قابوس للثقافه والفنون والاداب بدورتها الخامسه. ابتكارات علمية متنوعة يحتضنها المعرض الطلابي للمشاريع في نسخته الرابعة. مدينة اسطنبول التركية تشهد للمرة الأولى معرضا ضخما للكتاب العربي. أهلا بكم. أعلن مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم ممثلا في مكتب جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب عن الموعد النهائي لاستلام الأعمال المشاركة في الجائزة بدورتها الخامسة لهذا العام والمخصصة للعمانيين عبر مجالات ثلاث، وهي فرع الثقافة في مجال الترجمة، وفرع الفنون في مجال الفنون الشعبية العمانية، وفرع الآداب في مجال الرواية، حيث يتواصل تقديم الأعمال المشاركة في الجائزة، وسيكون آخر موعد لتقديم الأعمال يوم الاثنين الموافق الرابع من يوليو 2016 للميلاد. الجدير بالذكر أنه يقام حفل رسمي كبير نهاية كل عام ينظمه مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم المشرف على الجائزة، يتسلم فيه الفائزون جوائزهم وأوسمتهم المستحقة، ويتم فيه الإعلان عن مجالات الدورة القادمة لعام 2016. العديد من الابتكارات الطلابية يحتضنها المعرض الطلابي للمشاريع في نسخته الرابعة. المعرض يقام بمنتجع شنغريلا بر الجصة وبتنظيم من مؤسسة إنجاز عمان ومبادرة يدا بيد وجمعية دار العطاء. مشاريع وابتكارات عديدة كشف عنها معرض إنجاز عمان، مثل مشروع المكيف الصحراوي الذي يعمل بالأنابيب الفخارية وبطاقة كهربائية أقل. باستخدام القحل العمانية تغيرناها إلى أنابيب فخارية، وبعد ذلك استخدمنا وضع داخلها المياه، واستخدمنا المروحة لحمل الهواء البارد الطلق إلى خارج المكيف. يستخدم المكيف في الشاليهات وأيضا في الصحاري وأيضا في البيوت الزراعية. أطلقنا على هذه المبادرة اسم يد بيد ضمن الفعاليات الرمضانية للمنتجع، وهي تتيح الفرصة للمبادرات الطلابية العمانية لعرض منتجاتهم وإبداعاتهم، وكل عام نجد الجديد والأفضل، وهناك منتجات رائعة مثل المكيف الصحراوي الذي أعجبت بفكرته. مجموعة أخرى من الطلبة ابتكرت تصاميم إسمنتية جميلة وصولا إلى بناء منزل في 30 يوما، ذلك هو الطموح في المستقبل القريب. صنعنا آلة 3D كبيرة الحجم، طبعا مميزاتها هي الجودة في الطباعة. إن شاء الله قريبا نبدأ نحاول في بناء المنازل في 30 يوم. السماد العضوي الصديق للبيئة منتج آخر طوره طلبة كلية الزراعة بجامعة السلطان قابوس. هذا الكوب الذي يبدو من الوهلة الأولى أنه كوب عادي، إلا أنه يحتوي على بذرة مغلفة يقوم المستهلك بزراعتها مع طمر الكوب بعد استخدامه، وهي من الابتكارات الصديقة للبيئة. بعد استخدام الكوب راح يزرع الكوب هذا، راح يحفر حفرة صغيرة ويزرع فيها الكوب، وراح تطلع له نبتة مثل هذه أو نباتات وخضروات مطبخية تصلح زراعتها في عمان. أفكار جديدة لمشاريع عدة تنتظر الدعم من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، فهي تؤسس لمنظومة متكاملة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ستدار بأجيال المستقبل. إذن للسنة الرابعة على التوالي يحظى معرض إنجاز عمان بالكثير من المنتجات والإبداعات الطلابية والتي نالت استحسان الحضور. سيما خلفان الكندي من منتجع بر الجصة بمحافظة مسقط.
تركيا المحطة التالية في متابعتنا الثقافية، حيث تشهد مدينة اسطنبول التركية للمرة الأولى معرضا ضخما للكتاب العربي من 18 إلى 24 من يوليو المقبل، وتشارك فيه نحو 200 دار للنشر من العالم العربي إضافة إلى دور نشر تركية وأجنبية. وسيتيح معرض اسطنبول الدولي للكتاب العربي أمام العرب المقيمين في تركيا وكذلك أمام الباحثين والأكاديميين المهتمين بالثقافة العربية فرصة للإطلاع على أحدث منشورات الدور العربية. وسيصدر المعرض دليلا شاملا للكتب المعروضة على موقعه الإلكتروني إضافة إلى نشرة إعلامية يومية ترافق وقائع المعرض والأنشطة. أنهت وزارة الآثار المصرية المرحلة الأولى من ترميم لوحة الحلم الخاصة بالملك تحتمس الرابع والموجودة بين مخربي أبي الهول بمنطقة الهرم، حيث إن أعمال ترميم المرحلة الأولى للوحة شملت التنظيف الميكانيكي وتم وضع سبل حمايتها من عوامل التعرية الطبيعية. وسيتم البدء في المرحلة الثانية لترميم اللوحة من ناحية المعالجة ودرء المخاطر، وقد تم وضع برامج للصيانة والترميم لهذه الآثار بصفة دورية. يذكر أن لوحة الحلم تعود إلى عصر الأسرة الفرعونية 18. أخبار الثقافة مستمرة معكم من قناة عمان الثقافية وتتابعون فيها بعد قليل. عرض فيلم الرسوم المتحركة الجديد فايندينغ دور اليوم في دور عرض السينما الأمريكية. أهلا بكم من جديد. تبدأ شركة بيكسار للرسوم المتحركة بعرض الفيلم الجديد فايندينغ دوري اليوم في دور عرض السينما الأمريكية، حيث تدور أحداث الفيلم حول رحلة السمكة دوري في البحث عن أسرتها التي تركتها خلفها في كاليفورنيا التي تعاني من ذاكرة ضعيفة وتعيش في بيئة مسالمة بالمحيط. الفيلم من إخراج أندرو ستانتون الذي يشارك أيضا في سرد كتابته، حيث قال إنه استلهم الرغبة في استكشاف قصة دوري بعد أن عاد مشاهدة الفيلم الأول. يذكر أن فيلم دوري في نسخته الأولى حقق إيرادات بلغت أكثر من 900 مليون دولار على مستوى العالم، ونال جائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة. Dad, Dory sleeps swimming. She's talking in her sleep. Dory says a lot of things in her sleep, okay? Hand me the ratchet wrench. I can fix it. But Dad, what if she starts sleep swimming again? I'm sure this was a one-time thing. So can we just all go back to... Dory? Dory! Dory! I remembered something. That's not possible. افتتحت دارتيت مدن البريطانية للفنون اليوم مبنى جديدا هرمي الشكل يضيف مساحة كبيرة للدار ويسمح بعرض المزيد من الأعمال الفنية المعاصرة من مختلف نواحي العالم. مبنى ملحق جديد هرمي الشكل عرضته دارتيت مودرن للفنون هذا الأسبوع يضيف مساحة كبيرة للدار الواقعة في لندن ويسمح بعرض المزيد من الأعمال الفنية المعاصرة من مختلف أنحاء العالم. مبنى سويتش هاوس الذي يفتتح أمام الزوار يوم الجمعة يزيد مساحة الدار المقامة في محطة سابقة للطاقة الكهربائية على نهر التيمز بنسبة 60%، ويتألف من 10 طوابق، وتكلفت أعمال تجديد الدار 260 مليون جنيه استرليني. وصممت شركة هيرزوغ أند ديمورون السويسرية للعمارة المبنى الجديد، وكانت نفس الشركة قد صممت عام 2000 المبنى الرئيسي الذي يجتذب حاليا نحو 5 ملايين زائر سنويا.
وتشمل الأعمال الفنية المعروضة في المتحف الفني المجدد والذي يضم المبنى الهرمي الجديد غرفة ممتلئة بالشعر الأدمي ومصدات سيارات للفنانة الهندية شيلا جودا، وبرجا مبنيا من 800 جهاز راديو للبرازيلي سيلدو ميريلس. وقال نيكولاس سيروتا مدير المتحف إن إدارة المتحف تحاول أن تخلط بين المألوف وغير المألوف، وإظهار أن الفنانين لا يفكرون في جيلهم فقط أو حتى الأجيال السابقة، مما يجعل طريقة عرض المجموعات الفنية مثيرة للغاية. وأوضح معرض تيت مودرن أنه انتهى من إعادة تعليق مجموعة فنية من نحو 800 عمل فني لأكثر من 300 فنان، مضيفا أن نصف الأعمال الفردية تخص فنانات. ومن أبرز المعروضات الجديدة مجموعة تخص لاينل فيندت تعود للثلاثينيات من القرن الماضي، وأعمال نحت للفنانة اللبنانية سلوى رودا شقير يرجع لحقبة الستينيات. من بريطانيا إلى البرازيل مشاهدين الكرام هذه المرة، حيث يقدم معرض فريشو الفني مجموعة فنية للفنان البرازيلي فيك مونيز في موريتشويس جانبا جديدا من اللوحات الأكثر شهرة في العالم. وتتضمن المعروضات لوحة للفنان ليوناردو دافنشي الموناليزا، ولوحة لبابلو بيكاسو، ولوحة لفان كوخ. وهذه ليست اللوحات الأصلية لكنها نسخ مماثلة للجانب الآخر من هذه اللوحات. وهناك أيضا خمس نسخ من لوحات جديدة بما في ذلك أعمال يوهانس فيمير وأعمال رامبرانت. تبرع الكاتب الأمريكي دان براون بمبلغ 335,000 دولار لمكتبة ريتمان في مدينة أمستردام الهولندية، والتي استعان بها في أبحاث لدى كتابة بعض أشهر رواياته، وذلك بغرض الحفاظ على أعمالها القديمة. وجاء في بيان للكاتب أن هذا التمويل سيوجه إلى عملية الحفظ الإلكتروني لجزء من مجموعة الكتب والمخطوطات النادرة بالمكتبة التي يرجع تاريخها إلى ما قبل عام 1800 للميلاد. وستتوفر أيضا نسخ منها عبر الإنترنت للاستفادة منها اعتبارا من ربيع 2017. يذكر أنه تم تأسيس مكتبة ريتمان بهولندا في عام 1984 للميلاد. يستخدم الرسام التركي غريب الرسم بتقنية قديمة تعرف باسم إيبرو، يتم فيها استبدال لوحة القماش بسطح من الماء. وقد عاد الرسام التركي رسم إحدى أشهر لوحات القرن العشرين ليلة النجوم للرسام الهولندي فينسنت فان كوخ باستخدام هذه التقنية. وأضاف الرسام مركبا كيماويا على لوحته يسمى كاراجينان يجعل الماء أكثر سماكة. بهذه المتابعة نصل معكم إلى ختام محطاتنا الثقافية لهذا المساء. هنا نعود للتذكير بأبرز العناوين. مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم يعلن عن آخر موعد لتقديم الأعمال المشاركة بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والأداب بدورتها الخامسة. يحتضنها المعرض الطلابي للمشاريع في نسخته الرابعة. مدينة اسطنبول التركية تشهد للمرة الأولى معرضا ضخما للكتاب العربي. في الغد بمشيئة الله مشاهدينا الكرام نجدد معكم اللقاء مع متابعات ثقافية متجددة. أحلى التحايا من أسرة التحرير، وغدا بمشيئة الله يجمعنا اللقاء. Thank you.